صحيح الانتظارات كانت كبيرة، كنتم ترغبون في تحقيق مركز ثالث، لكن إذا قلنا إنه المنتخب المغربي قبل بداية البطولة سيكون في المركز الرابع لن يصدقنا أحد. إيه دابا ملي سالات علينا الكأس العالم صراحة، ولا كنتي قلتي لنا غنلعبوا سبعة ماتشات في قطر كنا غنفرحوا. بالحق في الاخر ديما ملي كتكون مدرب ولا لاعب كتبغي تربح، اليوم درنا الماكسيموم اللي كنا نقدروا نديروا، الدراري تقاتلوا. بالحق واحد الفرقه بحال ديالنا ملي ما عندكش لي كادر بحال اللي عندنا في الدفاع صعيب باش تدابز مع ضد فرنسا ولا ضد كرواتيا. بالحق الحمد لله غنتعلموا من هذا الشيء باش نرجعوا ان شاء الله مره اخرى ونكونوا كويس على دابا. شنو المستقبل ديال هذا المنتخب، ديال هذا الجيل الرائع اللي قدم كره قدم جميله، منضبط، تركيز، ما شفناش مشاكل في هذا المعسكر؟ لا الحمد لله تجمعنا جماع الشعب المغربي، جمعنا الشعب الافريقي وعرب كاملين، شافوا واحد المنتخب اللي كتقاتل اللي باغي تفرح البلاد، وهذه المهمه ملي كتسالي كاس العالم باغي تخرج شي حاجه من الرايه ديالك. وهذا الشيء اللي داروا الدراري، تقاتلوا وراو الوجه ديال المغرب وراو المغرب كي داير واللاعبه ديالهم. الحمد لله دابا غنخدموا هنا 4 سنين باش نرجعوا صحيح مع هذا الشيء، وان شاء الله علاش لا نديو شي كوب دافريك ان شاء الله. كل التوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. عودة إليكم.